كذلك التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيسين تبادلوا وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع الجارية في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس العراقي عن التقدير للدور المصري الجوهري في جهود تسوية هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسي والإنساني. واستعرض الرئيس السيسي الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية. وقد توافق الجانبان بشأن ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، مع أهمية إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، خاصة عن طريق تعزيز التعاون الثلاثي مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.